كوكو البنات، صباح الخير. كيدير لاباس عليكم؟ مزيانين. نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير، تكون احوالكم طيبه، اموركم هانيه. صراحه بزاف ديال البنات طلبوا مني باش ندير لكم واحد اللوك بوك اللي هو شتوي، غير ما جابتهاش الفرصه وما كنلقاش حتى اللي صورني، هذاك الشيء علاش كنعكس شويه على اللوك بوك. دابا تلقات الفرصه، جينا لعند اختي نيا لطنجه، حنا في واحد البلاصه سميتها فيلا هاريس، صراحه زوينه بزاف. غادي ندير لكم واحد اللوك بوك اللي هو شتوي ديال هذا الفصل هذا اللي حنا داخلين عليه ان شاء الله يا ربي، وغنحاول ندير لكم كاع اللبسات اللي كيجيو زويونين وغادي وديال الخدمه وديال المدرسه وديال الخروج اليومي ديال كل شيء. ومهم ها نتوما معايا وبداو كملوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر، كنبغيكم بزاف. Days have been getting harder, falling apart. It seems like love isn't getting stronger between our hearts. Make it through the day, we're just enough of hope to try to make a way through the miles of our own. But love keeps holding us, through times we wanna fall. I know these days are tough, because that through it all. Oh, will you be by my side through the darkest days? Oh, will you be by my side even though I'm in pain? انا مازال ما كملت لكم اللوك بوك، كنتمنى تكونوا كتستمتعوا معايا. صراحه والله القسم الا هادشي فيه تمارة، خصك تبدل وتلبس وتعاود لي شال ودير هاد الكولور مع هاد الكولور، ولكن ماشي مشكل، في خاطركم كلشي هو. نحاول انني نعطيكم فكره، شوفوا اللوينات ديال لي شال معايا اش كيجيو، اللبسات اللي كيجيو معاهم. المهم انا قربت نسالي لكم ان شاء الله، شوفوا هاد الكاشيري هذا كيفاش جا مع هاد لا كولور، جا زوين. المهم انا غادي نكمل لكم لا فيديو، وحاولوا انكم تكملوا معايا باش تستافدوا من لي كولور اللي كاينين في لي شال كلهم. درت لكم هاد المره واحد دوتغ كولور اللي ما عمرني تصورت بهم، و تشوفوا اللبسات ديال الشتا وديال هاد الجو هذا. المهم كملوا معايا لا فيديو. Baby why can't you sleep at night, tell me lies, I just wanna know the truth. Do or die, is it me or is it you? Is it you? You can't say I haven't tried to cross this great divide. Your feelings come and go, but I still love you so. There is nothing I won't do to make this dream come true. كيف ما كتشوفوا معايا انا لبست اللبسه الثانيه، وشوفوا صراحه هاد لي شال هانتوما، شوفوا كيفاش كيجيو. هذا لون نوار منبت بالنوار، بيه تنبات لي فيه في لون نوار نيت، شوفوا كيفاش كيجي، جاي صراحه زوين. وهذا اللوك بوك هذا غندخل فيه لي شال مع اللبسات. المهم هانتوما معايا في لا فيديو، كنتمنى انه يعجبكم وكنتمنى انكم تستافدوا لا من اللبسات ولا من لي شال. بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوش، هانتوما كيف ما كتشوفوا هذا كيفاش. المهم انا غادي نعطي لخواتاتي هما اللي صوروني باش تبان لكم اللبسه مع الشال. بغيت غير نقول لكم بلي هاد لي شال هادو تقدروا تلبسوه مع السبور، مع الكلاس، مع البلدي، مع اي حاجه راه كيجيو مواتين. المهم كملوا معايا لا فيديو.
تشوفوا معايا. صراحه حاولت انني ندير لكم واحد لوك بوك اللي هو شتوي بالحويجات اللي كاينين دابا طوندونس مع لي كولور اللي كاينين طوندونس، واللي قدرت عليه راني درتو. كنتمنى انكم تكونوا وصلت لكم الفكره واستفدتوا واحد شويه وخديتوا فكره بالنسبه للبنات اللي مازال ما شافوش لي شال وما شافوش كيفاش كيجيو وما شافوش لي كولور كيفاش كيجيو. حاولت انني ندوز لكم لي كولور اللي مازال ما درتهمش كاع في لاشين. صافي هادشي اللي كاين، وكنشكركم بزاف. وما تنساوش انكم غادي تهبطوا لتحت، غتهبطوا لتحت لصندوق الوصف، تما غادي تلقاو الباج ديالي ديال انستغرام، غتلقاو فيها تصويرات زوينين ولي شال خلاص باينين اكثر، مع الحويجات اللي كيتواتاو معاهم مع التنبيته اللي كاينه فيهم. وغتلقاو نمرتي ديال الواتساب حتى هي غادي تلقاوها تما. بالنسبه للبنات اللي بغاو يديروا كوموند اولا شي حاجه تما غادي تلقاو النيميرو ديال الواتساب. شوفوا انا ورده خليتها هنا وبقات ديجا، راه البنات راكم كتعرفوا لو جون كيتواتا مع لو غري، هذاك الشيء علاش عجبتني وخليتها. المهم كيف قلت لكم الصباح دابا حنايا في فيلا هاريس، صراحه زوينه زوينه بزاف. وكنشكر البنات ديال طنجة اللي خلاو ليا في التعاليق ورحبوا بيا، كنشكركم بزاف. لهلا يخطيكم والمغرب كامل الحمد لله. وهذا الشيء هو اللي خدينا من اليوتيوب، وهذه هي فرحتي من اليوتيوب هي هذه. ولاو كيعرفوني بزاف ديال الناس، وليت كنلقى بزاف ديال المعجبات، بزاف ديال لي ميساج، بزاف ديال الحب منكم. لهلا يخطيكم، لهلا يخطيكم عليا والخطا الفادح اللي كنت غندير في حياتي هو انني كنت غادي نسد لاشين، كنت غادي نسدو. الحمد لله ربي كبير. صافي هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه للبنات ليكاب، هذوك ليكاب ان شاء الله يلا غادي نبدا فيهم. صراحه خديت انا منهم غير جوج باش نتيستي بهم، نشوف الا بغيتهم نجيبهم لكم على الراس والعين. زوينين البنات بزاف، زوينين زوينين بزاف هذوك ليكاب. وكيف كتشوفوا كيجيو مع الجلابه، كيجيو مع الرومي، كدير تقدر ديرهم هكا فوق الراس، تقدر ديرهم على كتافك مع البرد. مهم البنيتات راكم لكم الاختيار، كتقدروا نتوما تلعبوا بالحاجه، كتلعبوا بالحاجه وكتشوفوا كيفاش تجي في اللبسه. ومهم حاجه بسيطه، حاجه مع حاجه راه هي كتجي في الاخر كتعطيك واحد اللوك اللي هو زوين، وشويه ديال الميك اب من هنا، شويه ديال التاويل من هنا، وصافي راه غادي تقاد زوينه. وسورتو انا اللوك الصيف الشتوي كيعجبني بزاف، كيعجبني بزاف صراحه. فصل الشتاء كيعجبني بالباسو، كفصل شويه كيجيني فيه البرد وكيجيني معذب، ولكن الباس ديال الشتا كيعجبني بزاف. هادشي اللي كاينه الغزالات ديالي، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. ولهلا يخطيكم عليا، وكنتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من لا فيديو، ما تفرجتوش فيه غير هكذاك وخرجتوا بلا ما تاخذوا حتى شي استفاده. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا وتكونوا استمتعتوا معايا. ولهلا يخطيكم وشكرا لكم. واللي مازال ما اشتركتش في القناه هبطوا لتحت ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش هكذا فيما نحط الجديد ان شاء الله يوصلكم. مازال غندير لكم واحد لا فيديو ان شاء الله اللي كنتو طلبتوا مني ديال المكياج اللي كنت درت في الذبيحه في العقيقه ديال منى اش ام، غادي ندير لكم ان شاء الله فيديو مفصل على الطريقه ديال الميك اب كيفاش درتو من الاول حتى الاخير. بالعكس بطبيعه الحال الا كنتو مازالين باغيينو، حيت كانوا طلبوها مني البنات ودايرها في راسي ان شاء الله، غير لقى الوقت، لقى الوقت حيت كيف ما كتعرفوا دابا عندي غير 4 جوغ ديال لي فاكونس، خاصني طنجة ونرجع للرباط وباش نرجع بحالتي لداري التازة. المهم ها نتوما معايا، وشنو ما درتو اكيد غنبارطاجيو معكم، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. ولهلا يخطيكم عليا، كوبيزو اتوس، باي باي.